السلام عليكم. اللي تسوي شاومي مستحيل وصعب أن يتنافس من قبل أي شركة ثانية، وماكو شهر يمر عليها إلا وهي تعلن عن جهاز أو اثنين أو حتى سلسلة كاملة من مختلف الفئات. هذا الشيء مكنها من اقتناص المركز الثاني تصنيف صناع الهواتف المحمولة بالعالم. واليوم عندنا أخبار وتسريبات جديدة تكشف عن السلسلة القادمة قريبا من شاومي بمواصفات قوية وأسعار منافسة كعادتها، وهي المي 11T والمي 11T برو. فشنو مواصفاتهم واسعارهم؟ كل التفاصيل راح تعرفوها في فيديو اليوم. انا محمد من قناه تك تايم، وهنا بيكم بهذا الفيديو. خلي ابدي وياكم بالجزء المهم وهو العتاد الصلب، واللي تاكد من عده مصادر ان المي 11T برو راح يعمل باحدث معالجات كوالكوم اما السناب دراجون 888 او ال 888 بلس بمعماريه 5 نانومتر، اما النسخه الاقل المي 11T فراح تعمل بمعالج من شركه ميدياتك هو دايمستي 1200، واللي سيطر على معظم اجهزه الشركات الصينيه هذا العام. وطبعا هذا المعالج مقاصر نهائيا ينطيك الاداء اللي تريده وانت مرتاح. الجهازين راح يكونون بتشكيله من الرامات والذاكرات من الطرازات الاحدث LPDDR5 UFS 3.1 628 او 8128 او 8256 جيجا بايت. ايضا الشاشتين بالجهازين بمقاس اما 6.5 انش او 6.7 انش من نوع الاموليد وبدقه الفول اتش دي بلس وبتردد 120 هرتز. هذا التردد اقل عن ما شفناه بالاصدار السابق ال110T واللي كان 144 هرتز، واللي بصراحه ما راح يكون مفيد لك نهائيا خصوصا بمجال الالعاب، وبنفس الوقت راح يستهلك منك طاقه اكثر. وايضا هذا التردد كان على شاشه LCD، لكن بهذا الجيل راح تحصل على شاشه اموليد وتردد 120 هرتز. بالنسبة للمعلومات الخاصة بالكاميرات، فالجهازين بثلاث عدسات، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل من طراز الأوموني فيجن، وكاميرا ألترا وايد من سوني IMX 355 بدقة 8 ميجا بكسل، وكاميرا تيلي ماكرو بقوة 5 ميجا بكسل، واللي توفر تقريب بصري لحد 3X. كذلك الاصدارين راح يعملون بنظام الاندرويد 11 وبواجهه شاومي الاحدث الميو اي 12.5. اخر جانب تسرب عن هذه السلسله وهي البطاريه. الجهاز يعني بحجم بطاريه 5000 ملي امبير، ولكن المي 11T راح يدعم شحن سلكي سريع بقدره 67 واط، اما المي 11T برو فراح يدعم شحن سلكي سريع ولكن بقدره 120 واط. بنهاية الفيديو أصدقائي، متوقع الإعلان الرسمي عن هذه السلسلة يوم 15 من شهر 9 القادم، وبأسعار متوقعة عند الـ $450 نسخة المي 11T و $600 نسخة المي 11T برو. هذه كل المعلومات اللي حصلناها عن السلسلة الجديدة، وأي تحديث أو معلومات إضافية يتم الكشف عنها راح نخليكم بالطلع مستمر أول بأول. شكرا لكم لحسن متابعتكم، ونشوفكم في فيديو قادم. في أمان الله.